بالتأكيد كلكم تعرفون شخصيات إسرائيلية مثل غال غادوت، بارف عيلي وبنيامين نتنياهو. وإليكم قائمة لإسرائيليين لا تعرفونهم على ما يبدو، ولكن مهم تتعرفوا عليهم. قبل أن تبلغ المغنية نوعا كيرل 20 من عمرها، أمست إحدى الظواهر الثقافية المؤثرة في إسرائيل. اخترقت الوعي الجماعي حين كانت في 14 من عمرها مع أغاني بوب جذابة، مظهر رائع وكليبات إبداعية احتلت شبكة الإنترنت. أبي ليفي. ترعرع أبي في عائلة قدمت من المغرب والجزائر، تعلم من جدته وأمه فن الطبخ وحبه للمأكولات، مما قاده إلى الفوز باللقب الماستر شيف رقم 1 في إسرائيل، وكسب تعاطف جماهيري واسع النطاق. يستضيف أبي في مطعمه التقليدي ضيوفاً من كافة أنحاء العالم بما في ذلك من الدول العربية. تتفاجؤون لمعرفة أن كابتن المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم هو مسلم. بيبرس ناتخو هو 1 من 5000 من الشركس المسلمين الذين يعيشون في إسرائيل، واحد اللاعبين الرئيسيين في المنتخب خلال السنوات الأخيرة إلى جانب لاعبين مسلمين آخرين. كل دولة لها مغنيها الوطني، في إسرائيل هو شلومو أرتس، وهو نجل لأب وأم من الناجين من المحرقة. يعتبر أرتس من أنجح المغنين في التاريخ الإسرائيلي، وهو مبدع لأغاني لا تحصى يحفظها تقريبا كل إسرائيلي. يقيم أرتس كل بضعة أسابيع عروضا غنائية في المدرج في مدينة قيصر القديم. حيث يزدحم الجمهور. تعرفوا على يونيت ليفي. سلام عليكم، ערב טוב. שני מוקדים לחדשות שלנו הערב, שני מוקדים היסטוריים. من أهم الصحفيات المخضرمات والأكثر تقديراً في إسرائيل. إسرائيل هي دولة حية نابضة تظهر فيها الأخبار بشكل سريع، وتقدم يونيت ليفي نشرات الأخبار لمدة حوالي 20 عاماً على القناة الإسرائيلية التي تحظى بأكثر شعبية. حظي لحد الآن 12 إسرائيلياً بجائزة نوبل، وتعتبر إسرائيل الدولة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الفائزين بهذه الجائزة قياساً بعدد سكانها. إحدى الفائزات هي عدا يونت التي ترعرعت في عائلة فقيرة في مدينة أورشليم القدس، وأصبحت باحثة في الكيمياء الحيوية ولها بحوث ريادية عن خلايا الجسم في معهد فيتمان للعلوم. إسرائيل هي أمة ستارت اب، والمبادر هو الدكتور يوسي فاردي، رجل أعمال متعهد تكنولوجيا فائقة ومستثمر إسرائيلي أقام ما لا يقل عن 85 ستارت اب وشركات هايتك ريادية. قاد فاردي الطريق نحو نجاحات باهرة التي وضعت إسرائيل على خارطة الهايتك العالمية في مجالات الطب، الحواسيب، المياه والسايبر. عمر آدم. يشكل البوب الشرقي الأسلوب الموسيقي الذي يحظى بأكثر شعبية في إسرائيل، ويعتبر عمر آدم أحد نجومه. من المؤكد أنكم استمعتم إلى قسط من أغانيه، وإذا لم تستمعوا بعد ابحثوا على اليوتيوب فستقعون في حبه على الفور. أغانيه مسموعة في كل أنحاء إسرائيل، ابتداء بالمحطات الإذاعية وانتهاء بالرقصات في الأفراح. آسي عزر وروتم سيلع. صحيح هما اثنان، ولكنهما معا طول الوقت ولا يمكن التفريق بينهما. الاثنان من مشاهير إسرائيل ويقدمان معا برامج غناء وتحديات رياضية. النينجا. هنا זה קורה, הביצוע החשוב ביותר של ריקי העונה. كان هؤلاء إسرائيليين، حري أن تتعرفوا عليهم.